وما حكم الصلاة خلف من يستغيث بأصحاب القبور؟ لا تجوز الصلاة خلف من يستغيث بأصحاب القبور أو يذبح للموتى أو ينذر للقبور، لأنه مشرك، لأن هذه عبادات، الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر عبادات لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر، ولا يصح منه صلاة ولا عبادة حتى يتوب إلى الله عز وجل ويدخل في الإسلام من جديد. نعم.